كثير منكم يستغربون ان هالانواع موجوده عندنا في الامارات. احنا عندنا اكثر عن 80 نوع من هاي الاسماك. اسماك القرش هذه نشتغل نحن في الوزاره بالتعاون مع العديد من الجهات الاكاديميه والقطاع الخاص والسلطات المحليه المختصه ايضا للمحافظه عليها والعمل مع بعض نتاكد انها مستدامه ووجودها دائم للاجيال القادمه. عندنا في الامارات اكثر من 80 نوع من اسماك القرش تعيش حوالينا وموجوده في بحارنا. من هذه الانواع القرش الحوت. قرش الحوت يعتبر من اكبر انواع اسماك القرش في العالم. ايضا من اسماك القرش المميزه القرش السياف. والقرش السياف معروف عندنا في الامارات في التراث والهم العديد من القصص التراثيه اللي موجوده عندنا في الدوله، ويعتبر من الانواع المهدده بشده بالانقراض في الامارات، ويتم العمل على محافظته ومنع صيده في مياه الدولة. وآخر نوع ممكن أذكر لكم إياه هو القرش أبو مطرقة. القرش أبو مطرقة مميز جداً بسبب شكل رأسه، شكل رأسه يشبه المطرقة، ووجوده مهم ومميز للحفاظ على التوازن البيئي في البحار. دوم نتكلم عن أسماك القرش وأهميتها وأن هي مهمة لنا في دولة الإمارات وليش جالسين نحافظ عليها. أهميتها كبيرة في أنها تحافظ على التوازن البيئي في بحار دولة الإمارات، وهالتوازن يضمن لنا أن الأسماك اللي نتغذى عليها تكون متنوعة ومتوفرة بشكل وافر عندنا في مياه الخليج العربي.